فاجنر الاقتصادية محط أنظار العالم بعد مقتل زعيم المجموعة يفجيني بريغوجين في حادث طائرة انفجرت بسماء موسكو مع عدد من رفاقه. والسؤال الذي يشغل الجميع هو من الذي سيرث مليارات فاجنر، أسرته أم سيد الكرملين؟ ثروة بريغوجين الشخصية تصل وحدها لملياري جنيه استرليني وأكثر من المليار دولار، بينما تسيطر فاجنر على أكثر من 100 شركة ومنصة وكيان اقتصادي، بينها 6 شركات في التعدين، تسهل عملها شبكة أخرى من شركات التوريد والخدمات اللوجستية المملوكة للمجموعة. كذلك تمتلك المجموعة عوائد مالية واسعة تتوزع بين عدة قارات ومصدرها عدة مجالات مثل المناجم الطبيعية في مالي والسودان وأفريقيا الوسطى، فضلاً عن مليارات الدولارات التي تتلقاها من المال العام ومن الاستخبارات العسكرية الروسية. التقدير الصحيح لثروات فاجنر أمر صعب، والسيطرة على منابع ثروات فاجنر لن تكون سهلة لكون معظمها غير قانوني. يخلف بريغوجين زوجته ليوبوف، ابنتاه بولينا وفيرونيكا وابنه بافل، ولكن الوريث الأكبر قد يكون من اعتاد تسميته بابا، صديق الأمس البعيد وعدو الأمس القريب فلاديمير بوتين. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.